والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. أخبار المال والأعمال مع ليلى عمر، إليك ليلى. شكراً لكم إلهام وهبة، ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في تنسيق الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات إلى البورصة المصرية. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع عدد من المسؤولين لمتابعة خطط الحكومة لتعزيز الاستثمارات في سوق الأوراق المالية عبر صياغة رؤية موحدة من جميع الجهات المعنية بشؤون الاستثمار في مصر. وشهد الاجتماع استعراض خطة الجولة الترويجية للبورصة المصرية المقررة الشهر المقبل، والتي تأتي استكمالاً لبرنامج الجولات الخارجية التي بدأت في أكتوبر الماضي لتحفيز الاستثمارات. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمحافظة الإسكندرية بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية وعدد من المسؤولين. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى الاهتمام الكبير بملف العشوائيات في مختلف المناطق بمحافظة الإسكندرية، فضلا عن أنه جاري الانتهاء وتنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. كما تم التأكيد على أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية للإسكندرية ووضعها على خريطة التنمية جعلها في مصاف المدن القادرة على جذب العديد من الاستثمارات بمختلف المجالات. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت سلاسل القيمة العالمية مفهوما متناميا في الاقتصاد العالمي مع تطور العولمة. وأوضح مركز المعلومات أن الدلائل تشير إلى وجود مجموعة من الفوائد الرئيسية للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، بما في ذلك ترقية المنتج والتخصص في المنتجات وتحديد المواقع في الأسواق المتخصصة وتعزيز الإنتاجية والكفاءة وتوسيع السوق واكتساب المعرفة والمشاركة في الابتكار. شهدت حركة الملاحة بقناة السويس عبور أكبر مكتبة عائمة لوغوس هوب لقناة السويس ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء بورسعيد ومتجهة إلى ميناء العقبة في الأردن. وتعد المكتبة العائمة هي الأكبر من نوعها وتتكون من 9 طوابق، ويبلغ طول السفينة 132 مترا ونصف المتر، أما عرضها فيبلغ 21 مترا وغاطسها 16 قدم ونصف القدم. وترفع السفينة على ممالطة وتبلغ حمولتها الكلية 14,000 طن. من جانبه أكد الفريق أسامة ربيع أن الموقع الاستراتيجي المتميز لقناة السويس يجعلها وجهة رئيسية لعبور جميع أنواع سفن الأسطول العالمية، في حين أعرب إدوارد ديفيد المدير العام للمكتبة العائمة لوغوس هوب عن سعادته بعبور السفينة لقناة السويس في وجهتها إلى الأردن بعد زيارتها الناجحة لميناء بورسعيد. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط الخام وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والزيادة المتوقعة في مخزونات النفط الأمريكية، وهو ما قبلته آمال في تعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. وانخفض خام برنت بنسبة 2% ليصل إلى 87.17 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% مسجلا 81.60 دولار للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.7% لتصل إلى 3.43 دولار للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.37% لتسجل 3.42 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع مدعومة بتوقعات حدوث انتعاش اقتصادي في الصين وإبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3% مدعوما بمكاسب أسهم قطاعي المواد الخام والطاقة والقطاع المالي. وصعد المؤشر
أبو ظبي بنسبة 6%، منهيا خسائره التي استمرت 4 جلسات متتالية. كما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 4%، مدعوما بالمكاسب التي حققها القطاع المالي وقطاع العقارات. وارتفع المؤشر القطري 7%، مواصلا ارتفاعاته مع صعود أسهم معظم الشركات المدرجة. ختم جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام وهبة لمتابعة ما تبقى من النشرة. إليكم من جديد، أشكرك ليلى.